مش تهم شخص او نادي او لا، بتهم الراي العام كله. استاذ جمال طبعا مبروك النهارده، هنتكلم عن مباراه الاهلي والمقصه والاربع مباريات اللي اتلعبوا، ولكن انا بالنسبه لي قضيه ما يقال دائما كل سنه موسم التفويت، بمعنى ان ام بي ماسكو مع طبعا قيمه كبيره كابتن حلمي طولان، ولكن هو اللي بيجي اللي جه في دماغي يعني أكيد. لانه دايما الحقيقه موجود، ودايما لما بتعوزه في قناه الاهلي كانت حلقه رائعه وعظيمه هايله بصراحه كابتن مصطفى عبده لما استضافه هنا على قناه الاهلي. فكابتن حلمي لاعب الزمالك يقول لك اصل الكابتن حلمي هيفاول، اصل مش عارف مين، طبعا ده ما بيحصلش كتير الا طارق يحيى لما بيكون بيدرب فريق و... الموضوع ده هنفضل نتكلم فيه لغايه امتى وبعدين؟ هو طبعا موضوع مرفوض شكلا وموضوع. ايوه ليه؟ لان ما ينفعش يا جماعه ان احنا نشتغل على قصه التفويت كده، ده اتهام انا بعتقد يعاقب عليه القانون. ايوه يعني انا بطالب كل من يناله جزء من هذه الاتهامات ان هو ما يسيبش الامور هنقول سوشيال ميديا واشاعات وحاجات زي كده، لا، حتى السوشيال ميديا النهارده من الممكن جدا تعقب اي حد بيرتكب جريمه عن طريق مباحث الانترنت وعن طريق بالظبط، وطلع قانون. فاذا كنا بنتكلم عن ملاحقه الناس اللي بيتحرشوا او بيعتدوا على خصوصيات الاخرين من باب اولى، اذا كنا عايزين للوسط الرياضي او الكروي ان هو ينضبط بالفعل يا كابتن اسلام، لا، الكلام ده انا بطالب المدربين اللي بينالهم هذه الاتهامات ان هم ما يسيبوش الموضوع كده، لانها تتعلق بسمعته كمدرب. يعني هو المدرب ايه غير سمعته؟ ويعني احنا النهارده واحنا بنتفرج على المباراه انا حسيت ان لعيبه مصر المقصه في الشوط الاول متنشنين جدا، صح، وعكس ما كان يطالب كسروا لعيبه الاهلي مقابل المقوله دي، عكس ما كان يطالب به كابتن محمد عبد الجليل. انا من الحمله الممنهجه فانت بتستفز اللعيبه وبتستفز المدربين ان هم يعملوا حاجات مش هيعملوها في الوضع الطبيعي. مظبوط.